مولانا اذا عدلت لنا شنو بكري؟ يا وارد وزارة الصحة طلعت منشور عن متحرك يا اسم الامراض وعن الدنيا تتم تنظف وتهوي خيامها. قوم وتحركوا عدل الرياض عنده من الامراض. نتحرك نحن ما كان فينا وفينا الكابي وعنه لا من ذا المال اللي يجيكم ومن هو القدام اللي تعود الشر ولا سعيد على رادها مولانا. يا ترشع نحن نعرفه يا شماه تلمسي والله ضاير والله حاسي ملانين من الخنافيس نشربهم ولا خاسر علينا شيء اللي طاري هو شنو يا والد. ذيك الساعة كنتوا صحاح ومتان وكنتوا تشربوا اللبن وتاكلوا اللحم والزرع أو كنتوا مالي تحرقوا السكريات بالمشي والسرح. توبيكم عوينات قولي تبارك الله بعد تبارك الله يا والدي غرنا الزمن ما اوكي ذاك الزمن أضريك عادلو كل الاصطناعي والواتات تحركوا والدخان وذا كامل وذاك المناخ ما اوكي ذا المناخ وانت ذا بينك تاشل دايرة على اللاشم صميتك اللاشم نجل الوقاية وذي الأمراض المتحركة اللي يعطينا خيارها يا خي ذا من الثقافة اللي نازل عليك على ذي وكرايس مولانا منين جايبتي راي اخبار ما هي واضحة ذا انت ما يعني قوم انت طول باسك اللي في البيت يا العاكرة اللي ما لك شي عاد لك اسبوع عم تستحم منادم كيف سكنت ما نقدر تعدل شي الراسه اصل حق ما قطيت شبه اسقى من ذا ما يعرف يا شباب الطويل اللباس احيا انت دائما لا يوقف ضد ديان الله غالب يا والد حتى تقومي تحركي ما خالك ما هو ذو الادوات وذو المهرجانات وذا الدفع اللي وجعتك ركابي يا طيرك ايش تعرفي انت يا ما هو الدوله وتعرف التنظيم شنو ايش تعرفي بها قراتك ولحقتك وعتي ملحفتك يا غار يا وارد يا غارك شومه ماشي وجاي مولانا قبح سعيان الدولة اللي جابرة منك كبرتك وقاوع علمك بلا هي مرقوم للسماء اللي أظل لها يتردونها قوم يا الدهر أنا حميت لك كلمة السحم وقوم وتحركوا أو نظفوا حالكم شوي إذا قاع من أنا ما أقري أبوك أنا قاع أخباري قاع لا إله إلا الله الناس منه الصحوم اللي نحن صبحوا شي لا ما نعرفه يا غزال احمر خليتونا واخريتونا واطفوا السحوم زين يا والدي اللي حاشر لك أخري خير ما قال بعد فلتيني يطيركم انتم على أقراشك وزير الأباك ما تحمق للصحة حولي ولا قوة ترعي لك لبانا الأباك ما تحمق للصحة أنا لله ولا إلهي راجع طعت أنا بعد خلية يطير وراي يا والدي حولي ولا
لا بالله يا ضحى إذا ما طيرت يا خايف في الطيارة طيارة 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 حول ولا قوة إلا بالله. شي سايب في البرد؟ أهلها وخلي أهلها أخليها صدر حول ولا طيب لكم شي من الأصداء؟ الله ما تلات رفعت لي الأصدار ولا أنا بغي توفاهم منا وتوف يا رب الزوينة راني داعيها لك المولانا ماذا عدلت لي؟ ما هو فاله النظافة من الإيمان وهذا اللي فيه كلا شي من رجاراتي ويدور ما مرق عنك أنا ما بيا قاع السحوم بيا اللي أسوار قعدوا داخلين فهمتي فركابية وكلايا ذهما لا ينفخوا بهم البرد اسمعتي لا حول ولا قوة إلا بالله يلا هذه الليلة راني داعيها لك ولا عقبتني يا جماعه الاشكاري ان شاء الله خلي عنك الطفله لا تدعي عليها يا خايتي انا قاع محقني اول بايك ظهر في المخيم هذا كورونا ذي اللي فكنا بس بان يا خايتي متصل بي عطاس ومتصل بي موجعت راس ولا نعطس ما نقول على عظامي الشت وفكنا من لبنه ذكر الله ورسوله كورونا الخير اخبارها حيد عنا البلا والبلية لا قومي يا خيتي جيب لنا 5 كيلو والله 6 من الكبدة كان يرمم بها عظامي عقب ذا كامل مشينا السعد انا خال يا خيمتي قال محمد حافظ على انها زينة يا خيتي ذا المرض الكبدة قع ما نعرفوها ما قد دخلتها علينا وعالمك أنت هذا محمد الحافظ هذا يلي لا يعلمه شي ينفعه لا يعلمه علم نافع حسبي الله فيك ونعم الوكيل والله يا ذاك اللي قالوا عنكم يا ما هم كاذبين علمكم بلا مشاعر وبلش وانت مولي راهم فيوزات مشاعرك راهم خاسرين اسمعتي يا مخلوق مولانا هذا القابعك رولا شوي من الحمى والبرد ورشفة من الكندرة ترشف منها حامية لا هي تبرأ انت الا ما انك حاسة بها هذا كلام حد ما هو حاس بالمرض ولا هو حاس بشي اسمعتي ونحن مالي شوفي يا اختي كنا ذيك الساعة يا اختي الجار انت ما هدول معين بيننا واذا مرض حد يوقف عليه واليوم يا اختي ذا هو الدنيا متضايقه على المنازل ومتضايقه على شي ما هو دال على شي ومتضايقه على سبب التركه ومتضايقه على مسائل قاع ما هي دال على شي حتى ذا راهو زايدني ما رد اللي يخليها بايقه ولا تم ترطع ليه تلفن على الدكتور ضريك يجيك هذا لا كلام حد ما هو حاس بالمرض هو ناين تلفن عليه ويجي يزوز عليك لا تلفني يا اختي على الدكتور تلفني لا على فايطمة ومريم سمعتي وسويكة محروقات انا مريض ذا هو عدت نحتضر عيطي لهم يا اختي يجون نعود نتواضع معاهم ها خلاص نعيطوا لهم بعض انت يا اختي الا ذا قدها عندي تتمنى اللي قاعد اللي ما نعرف شنو والله يا انت الا عدو اسمعتي يا انت اللي مرض وحدك ام اللي قاعد مات لينا عارفين باش نعاملوك مات لينا عارفين باش نعاملوك عيطي للترك باش نكتب الوصيه وراهو بعد هذاك شوي الوظيف اللي يعطونا عاد لزمين نقانيه وتوف وصيتك اللي تكتب ما عندك ما هي رويضة واحدة طارحة عاملة عنك تقاني عليها لا يتعدى الوقت إلى حد الساعة ما فتعدت قلنا لك عيطي للطبيب ولا عيطت له وقلنا لك عيطي للتركب باش نكتبوا الوصية ولا عيطت لهم وانت والله اللي قويبي لي سمعتي
ولا طمهية من المرض. يا عمر مولانا اخليكم انت عندي عنك رجعت لقلة صحتك. لا حان انت الفن على الطبيب يجيك. عليكم بالسلام. طريبة مرحبا مرسين. وش طاري يا اهل البيت؟ ياك بخير ياك معافي ياك الخير. مره بصفقه عليك الرعب. لاباس ياك لاباس ياك بخير خير الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله رهيب يا ريت ما شاء الله ما شاء الله الدنيا لاباس. شوف لا اله الا الله. لا جايك نيابه على الوالده بعد عندها مناسبه كانت باغي كانت باغي تحضر لها. منين قاسس هي؟ سيارة هي قويبي لي بعد. هاي هي والله والله. لك على الخير. لك باش قلتو؟ انا وليدي كم عادني يكدد في المرض والحمى ما اوقف علي حد ما فعله مولانا. تارك انت غابرك نحن عاد عندك الايام. يا عوك يا ريوه. يا رايكم هاي عبرته شي ولدي هذا الشاب برويطه. الشاب برويطه 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 يده يمسكك في كيطه. الاول مقوم ذي الدميه شرار الطنبات ما خارج شي بعدلو يا ابن حرام اللي في شي قاعد قصر عمره. طيب رايك انت قل لي تدابه